يقول عبد الواحد بن عاشر مبتدئا باسم الإله القادر: الحمد لله الذي علمنا من العلوم ما به كلفنا، صلى وسلم على محمد وآله وصحبه والمقتدي. وبعد، فالعلو من الله المديد في نظم أبيات للأمي تفيد، في عقد الأشعري وفقه مالك وفي طريقة الجنيد السالك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، صلاة تخرجنا بها من ظلمات الوهم، وتكرمنا بها بنور الفهم، وتوضح لنا ما أشكل حتى يفهم، فإنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فقد وقفنا بحمد الله عز وجل وكرمه ومعونته عند آخر بحثين في دراستنا للمرشد المعين على الضروري من علوم الدين لعلامة الكبير سيدي عبد الواحد بن عاشر رحمه الله تعالى وقدس الله سره ونفعنا بعلومه. وقلنا بأن منهج الناظم رحمه الله منهج الاختصار والإيجاز، وكما في مواهب الجليل في شرح مختصر خليل للإمام الحطاب رحمه الله رد الكثير إلى القليل، وفي الكثير أو في القليل معنى الكثير، رد الكثير إلى القليل وفي القليل معنى الكثير. وكما قال الشيخ زروق رحمه الله تعالى: لا يغني التأصيل عن التفصيل، ولا التفصيل عن التحصيل، ولا التحصيل عن التوصيل. إذن أنتقل بكم إلى كتاب الطهارة، تاركين كتاب أم القواعد ومن طوت عليه من العقائد إلى السنة المقبلة بحول الله تعالى، إن بارك الله تعالى في العمر والصحة والعافية، لأن الكرسي خاص بالفقه الإسلامي أو بالضبط بفقه ساداتنا المالكية. فنبدأ بعون الله عز وجل في شرح هذا الكتاب معتمدين ومتوكلين على الله جل جلاله. قال الناظم رحمه الله: كتاب الطهارة. قال: كتاب الطهارة. أقول وبالله أستعين، جرت عادة مصنفي الفقه الإسلامي أنهم يبدأون كتبهم وتآليفهم بكتاب الطهارة أو بباب الطهارة، على اعتبار أنهم يبدأون بفقه العبادات قبل فقه المعاملات، وعلى اعتبار كذلك أنهم يرون من باب الأدب، باب الأدب مع الله، أنهم يبدأون بحق الله تعالى قبل حق المخلوق، لهذا يبدأون بالطهارة ويبدأون بباب العبادات قبل أن ينتقلوا إلى باب المعاملات. نعم، فلهذا قال الناظم رحمه الله: قال كتاب الطهارة. وهذا أمر مهم، فالله تعالى أشار إلى ذلك
أن يعرف الإنسان هويته وأنه عبد مملوك لله. ولهذا الناظم رحمه الله بدأ بالعقيدة فقال: أول واجب على من كلف ممكنان من نظرين أن يعرف الله. إذن أول واجب أن تعرف الله سبحانه وتعالى، كما نقول دائما أن تعرف الآمر قبل أن تعرف الأوامر، قبل أن تعرف الحلال والحرام عليك أن تركز على معرفة الله وعلى التوحيد وعلى معرفته سبحانه وتعالى بإسمائه وصفاته وجلاله سبحانه وتعالى. فلهذا قدموا هذا المبحث الذي يتعلق بالله سبحانه وتعالى، والعبادة هي أجل الغايات، السر الذي من أجله خلق هذا الإنسان. ألم يقل سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون؟ قال سيد الناس سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إلا ليعرفون. ولهذا جاءت الإشارة في القرآن العظيم إلى هذا الأمر، فمن أول ما نزل ماذا ما نزل من القرآن؟ قال تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. في إشارة إلى صفة الخالقية هي مفتاح المعرفة لمن أراد أن يعرف الله تعالى، أن تعرف حقيقة نفسك أنك عبد لله وأنك أمة لله سبحانه وتعالى. إذن صفة الوجود أن الإنسان موجود وأن الله تعالى هو الذي خلقه أمر مهم في سيرنا إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. التركيز على صفة الخالقية، هو الخالق البارئ، مبتدأ وخبر فيه جواب عن سؤال ربما يسأله السائل: من الرب جل وعلا؟ هو الخالق البارئ. أن تعرف الله تعالى أنه خلقك، ومن مقتضيات ذلك أن تعبده وأن تلجأ إليه سبحانه وتعالى. إذن أول شيء نركز عليه دائما وأبدا هو أن الإنسان خلق من أجل أن يعبد الله سبحانه وتعالى، والله تعالى خلق هذا الإنسان من أجل أن يرحمه. ولهذا بدأ علماؤنا رضي الله عنهم بالصلاة، وقدموا الكلام عن الطهارة لأن الصلاة إنما تصح بالطهارة كما فعل ذلك العلماء والفقهاء. الإسلام ركز على الطهارة حسا ومعنى، ركز على النظافة، نظافة البيت، نظافة المحل، نظافة المسجد، نظافة المكان. واشتهر عند المسلمين دون غيرهم النظافة من الإيمان، بل وجدنا في القرون الوسطى عند الغربيين من رجال الدين من كان يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالنجاسة، يتقرب إلى الله تعالى بترك الماء. أما الإسلام فلا، لم نجد دينا ولا رحلة تهتم بالطهارة كاهتمام الإسلام بها ظاهرا وباطنا، من حيث الظاهر ومن حيث الباطن. من حيث الظاهر الاعتناء بنظافة الثوب والجسم والبيت والمكان والطريق والمحل كما قلنا، والأحاديث في هذا الباب كثيرة. وكذلك الباطن كما سيأتي بعون الله تعالى بالتوبة والإنابة والخضوع. ولهذا كذلك من أول ما نزل، قلنا من أول ما نزل اقرأ باسم ربك الذي خلق، التركيز على هذه الصفة. كذلك من أول ما نزل وثيابك فطهر، بل أمر بالتزيين وبالتجميل القرآن العظيم: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، عند كل صلاة كما سيأتي بعون الله. وقال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: إن الله جميل يحب الجمال. فلهذا جاء الإسلام وركز على هذا تركيزا عظيما. وعلماؤنا رضي الله عنهم اعذروني بس يطلع لي شو السكر الصوت يمشي. علماؤنا رضي الله عنهم الذين جمعوا ما بين صحيح المنقول وصريح المعقول يقولون بأن الخبث والطيب أمران معقولان. هذه مسائل مهمة ذكرها علماء الأصول وعلماء الكلام، يعني أمران معقولان في الأحكام
كالحسن والقبح، وفي الأعيان كالمستطاب والمستقذر، وأن هناك مناسبة، بمعنى أن الإنسان يخالط الطاهرة ويجتنب الخبائث، والعقل لا يستفسر ذلك، لا يمنعه. وهذا مبحث سنتكلم بإذن الله تعالى عنه بأدلته، تكلم عنه الإمام القرافي رحمه الله وابن القيم رحمة الله عليه، وتكلم كذلك عنه العز بن عبد السلام، تكلم عن هذه الأمور. فلهذا جاءت الشريعة الإسلامية لتبين ذلك فيما يتعلق بالمحسوسات، بينته وفصلته تفصيلا، بينت محله، وقدرت الأمر فيما يتعلق بماذا؟ بالتقديرات، وفيما يتعلق بالعبادة أمرت ذلك على وجه التعبد. سيأتي توضيح هذا الآن، نحن يعني نختصر ونشير الإشارة فقط. فلهذا هناك كما قلنا طهارة معنوية، الإسلام جمع بين الطهارة المعنوية والطهارة الحسية. الطهارة الحسية التي تتعلق باجتناب الأنجاس وباجتناب النجاسة وباجتناب يعني هذه الأمور التي يعني يستقبحها العقل قبل أن يستقبحها الشارع. وهناك كذلك طهارة معنوية تكون بالتوبة وبالخضوع وبالعبادة وبالطاعة وبالإقبال على الله تعالى، وبتطهير هذا القلب من الأغيار وبملئه بالتوحيد وبالأسرار وبالأنوار. ولهذا القرآن جمع بينهما فقال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. التوبة والتطهر، يحب التوابين، فالتوبة تطهير من الذنوب والأنجاس، والاغتسال طهارة من النجاسة والأنجاس، فجمع بينهما القرآن العظيم كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى بذكر النصوص من القرآن والسنة وكلام أهل العلم. إذن المؤمن مطالب أن يجمع بين طهارة القلب وبين طهارة الثوب والمكان والجسد، هكذا جمع بينهما القرآن العظيم. قال الناظم رحمه الله: كتاب الطهارة. لما انتهى سيدي ابن عاشر رحمه الله تعالى من الكلام عما يتعلق بالأصل الأول بالشهادتين بالعروة الوثقى، قال رحمه الله: وقول لا إله إلا الله محمد أرسله الإله اجمع كل هذه المعاني، كانت لذا علامة الإيمان. التوحيد جمع في هذه الشهادة العظمى كما سبق بيانه. لما انتهى من الكلام عما يتعلق بالتوحيد ومبادئه وأحكامه، شرع يتكلم في الأصل الثاني الذي هو الصلاة، كما في حديث سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه. ولهذا علماؤنا بدأوا بالصلاة تبركا بالحديث، لأنه لما بين النبي عليه الصلاة والسلام أركان الإسلام ذكر التوحيد، ثم بعد ذلك ماذا فعل؟ ذكر الصلاة. بني الإسلام على خمس: على شهادة لا إله إلا الله وأن سيدنا محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإقام الصلاة. فتبركا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، وهؤلاء يقتدون به في الظاهر والمعنى، بدأوا به فقالوا أو ذكروا مباحث الصلاة. والناظم رحمه الله بدأ بالطهارة. لماذا بدأ بالطهارة في نظركم؟ لأن الصلاة إنما تصح بالطهارة، فالطهارة شرط والصلاة شروط، والكلام عن الشرط يقدم عن المشروط. فلهذا بدأ بالطهارة رحمه الله تعالى لهذه العلة. وقد ذكر الشيخ ميارة رحمه الله تعالى في الكبير، عندما نقول الكبير نقصد شرحه الأول الطويل. ميارة رضي الله عنه له شرحان: شرح كبير وطويل، وشرح مختصر وهو المقرر عندنا. فالعلماء يقولون في ميارة الصغير ويقصدون المختصر، وعندما يقولون الكبير يقصدون شرحه الأول الطويل. ذكر عن ابن مرزوق في شرحه لمختصر الشيخ خليل رحمه الله تعالى، قال: اختلفت مناهج العلماء ومقاصدهم فيما يبدأون به من
بما يريدون أن يبينوه من أحكام الإسلام ومقاصده. وهذا الاختلاف إنما هو اختلاف تنوع وليس باختلاف تضاد. إياكم وإياكم لأن تسمعنا مثلا قول العلماء يقولون الاختلاف بأن الاختلاف هنا هو اختلاف تضاد واختلاف تنوع. نتشرف بجلوس أستاذنا ودكتورنا سيدي عبد الصمد مرداس بحضور هذا المجلس، الله تعالى أن يزيده تواضعا ورفعة ومكانة. نعم، وربعي اللسان من كريت نتاب له البركات والنفحات بحضور مثله من أهل العلم ومن أهل الصلاح. إذا علماؤنا رضي الله عنهم اختلفوا في هذه المقاصد فيما يبدأون به مصنفاتهم ومؤلفاتهم وكتبهم. فبدأ الإمام البخاري رحمه الله ببدء الوحي. بسم الله الرحمن الرحيم، كيف كان بدء الوحي؟ لم يقول كتاب بدء الوحي، على خلاف من يقول البعض، يعني على ما يعني يخطئ البعض فيقول كتاب بدء الوحي. لا، البخاري قال باب أو قال كيف كان بدء الوحي. فبدأ رحمه الله بالوحي. لماذا؟ لأن يرى أن ما يأتي بعده من كتاب الإيمان ومن كتاب العلم ومن كتاب الإيمان وكتاب العلم وغيرها من الكتب إنما تبنى عليه، فهو الأصل رحمه الله تعالى. والبخاري رحمه الله له مقاصد، اهتم علماؤنا رضي الله عنهم بكتبه وبتراجمه، وقالوا بأن فقه البخاري في تراجمه، واهتموا بالمناسبات كذلك التي تكون ما بين الأبواب والكتب وبين الأحاديث، وألفوا في هذا التصانيف والتآليف رحمه الله تعالى. ولهذا المغاربة عندنا يقدمون صحيح مسلم على صحيح البخاري. لماذا؟ لمقاصد وأسرار. من ذلك أن البخاري رحمه الله فقيه، له فقه مستقيم مجتهد يستنبط الأحكام مباشرة. والمغاربة هم على مذهب الإمام مالك رضي الله عنه، فلهذا لا يقدمون مذهبا على مذهبه، فقدموا صحيح إمام مسلم. فلهذا تجد المغاربة أقصد الكبار من المحدثين الفقهاء يذكرون رواية مسلم على رواية البخاري. مثلا عندما يستدلون بحديث رواه البخاري ومسلم في الصحيحين يقولون رواه، أو مثلا جاء في الصحيحين واللفظ لمسلم. هناك يعني مقاصد أخرى أن الإمام مسلم لا يكرر الأحاديث. على كل حال، فالإمام البخاري رحمه الله بدأ بهذا وبدأ بحديث إنما الأعمال بالنيات، فيه إشارة عظيمة أنه من أراد هذا العلم عليه أن يصحح النية. والغريب جدا أن الإمام البخاري لم يكمل الحديث، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله. لماذا لم يكمل الحديث؟ حتى لا يزكي نفسه، تصرف في الحديث حتى لا يزكي نفسه بأنه يعني هاجر إلى الله تعالى وأنه صحح النية. لأن الإنسان دائما يشعر بالتفريط والتقصير في حق الله سبحانه وتعالى، دائما يشعر بهذا. يشعر بماذا؟ بالتفريط. قال بعضهم لشيخه رأيت الله في كل شيء، أي رأيت جلاله وعظمته. قال يا بني ارفق بنفسك، أنت لم ترى شيئا، رأيت الله، أدخلت نفسك، ينبغي أن ترى بالله سبحانه وتعالى. هؤلاء. ولهذا قال الإمام السيوطي رحمه الله في ألفياته وصحح النية، في ألفياته في علم الحديث وصحح النية ثم استعملي. لا بد من تصحيح النية، دائما نجدد النية. ماذا نقصد بهذه الجلسات وماذا نقصد بهذا العلم؟ لا بد من تصحيح النية. في هذا الإمام البخاري بنى كتابه كله على هذا الحديث إنما الأعمال بالنية، وختم بكتاب التوحيد رجاء أن يكون من الموحدين، أن يختم له بالتوحيد وبالإيمان. والخواتيم تقطع قلوب الصالحين والصديقين. قريب من مسلك الإمام البخاري رحمه الله مسلك ابن ماجه، بدأ في التحريض على السنة. والإمام مسلم رحمه الله بدأ بكتاب الإيمان لأنه يرى أن الشريعة قد استقرت. فعلى كل حال له مقاصد وله مناهج. اصبروا اصبرنا، نحن الآن نريد بعون الله عز وجل أن نقترب من مناهج العلماء ومن مقاصدهم في التأليف وفي التصنيف وفي كذلك استنباطهم الأحكام وفي تعامل مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأغلبهم أو جلهم بدأوا بالتوحيد، ومن لم يبدأ بالتوحيد يرى أن التوحيد مستقل بذاته، علم مستقل بذاته يحتاج إلى تصنيف خاص. ولهذا كما درسنا
في بداية هذه الحلقات درسنا المبادئ العشرة التي جرت العادة عند علمائنا رضي الله عنهم أن يذكروها عند كل علم من العلوم. من رمى فنا فليقدم أولا علما بحده وموضوع تلا ووضعين ونسبة ومستمد منه وفضله وحكم اعتمد واسم وما أفاد والمسائل فتلك عشر علمنا وسائل وبعضهم فيها على بعض اقتصار ومن يكون يدري جميعا انتصر. سبقا ذكرت هذه الأبيات وأعيدها من باب التلقين، فكم من أبيات حفظت هكذا بالتلقين من كثرة التكرار ومن كثرة الاستشهاد بها، هكذا وجدنا شيوخنا حفظهم الله ورحمهم الله من مات. نعم، الغاية إذن من ذكر هذه المبادئ من ذكر الحد والتعريف والموضوع والغاية والاستنداد حتى تتميز العلوم، لأن العلوم تتداخل ونعرف موضوع ذلك العلم ويقع التصور إلى آخره من المقاصد التي يذكرها علماؤنا رضي الله عنهم. إذن الأبواب والكتب التي نجدها في المؤلفات والمصنفات هي بنيت وحررت على هذه المقاصد العظيمة. الإمام مالك رحمه الله بماذا بدأ؟ بالوقت. قال كتاب وقوت الصلاة، هذه هي النسخة الصحيحة كما سبقا أشرت إليها، كتاب وقوت الصلاة. لماذا يرى الإمام مالك أن يبدأ بالوقت؟ قال لأن الصلاة إنما توجب وتفرض علينا إذا دخل الوقت. صلاة الظهر مثلا الآن غير واجبة، صلاة الظهر الآن غير واجبة، فلو مات الإنسان ليست في ذمته، فلهذا بدأ بالوقت. قال الصلاة إنما تكون واجبة بدخول الوقت، فلا بد من معرفته ولا بد من اهتمامه بأحكامه، والنظم له نظم في هذا الباب كما سبقت الإشارة إلى هذا. فبدأ بوقت الصلاة بأوقاتها بمعرفتها، وهذا مهم جدا. ابن أبي زيد رحمه الله في الرسالة بماذا بدأ؟ بدأ بنواقض الوضوء، سنرى إن شاء الله لما نصل إلى النواقض لماذا بدأ بهذا. ولكن على كل حال أقول يرى بأن العادة أن الإنسان يكون على غير وضوء، فلهذا عليه أن يهتم بالنواقض ثم بعد ذلك يتطهر. بدأ بالنواقض. بعضهم بدأ بالوضوء مباشرة، قلنا لهم لماذا بدأتم بالوضوء؟ قالوا هو المنصوص عليه، ألم يقل سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى آخر الآية. فالآية إذا نصت على الوضوء، نحن نبدأ بالوضوء، وهذا ما جاء في المدونة، في المدونة نبدأ بالوضوء. وهناك من بدأ بالماء كما هو شأن الناظم رحمه الله. لماذا؟ قال لأن الطهارة إنما تكون بالماء، قالوا إن الطهارة تكون بالماء، فإذا لا بد أن نقدم الماء قبل كل شيء، هكذا فعل علماؤنا جزاهم الله خيرا. فلذا أعظم شيء كما قلنا أن ينتسب الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى عبودية، عندما تستشعر هذه المعاني فإنك تقبل على الله تعالى بالتعظيم والإجلال لكل فريضة من هذه الفرائض. وعادة الإنسان أنه يتقلب في أحوال، والإسلام يطلب منك أن تتقرب إلى الله تعالى بالعبادة، فلهذا شرعت الطهارة أن يتطهر الإنسان في تقربه وفي عبادته إلى الله سبحانه وتعالى. فيما يخص الطهارة القلبية والحسية كذلك، أقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجد، فأنت في قرب في طاعة لله تعالى عليك أن تتطهر ظاهرا وباطنا. لاحظوا أننا عندما نكون مثلا في الصلاة نستقبل القبلة، لأن ذلك من شروط الصلاة، ولكن أين هو القلب؟ ماذا استقبل القلب؟ هل فعلا استقبل القبلة أم أنه استقبل الدنيا وتعلق بلذاتها وشهواتها؟ والأصل أن المؤمن يستقبل القبلة بقلبه وقالبه، هكذا ينبغي أن يكون المؤمن أقرب ما يكون. إذا تحتاج إلى هذه الطهارة. نعم، الناظم رحمه الله كما قلنا بدأ بالماء لأنه يحتاج إلى أن نبينه، نحتاج إلى بيانه وإلى أحكامه. فإذا الكلام عن الشرط يقدم عن المشروط، هذه مقاصد العلماء. قالوا والكل مقتدين، كي لا أنسى عندما نقرأ القرآن قال بعض أهل العلم أهل الإشارات
نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نستجير بالله من الشيطان الرجيم من كيده ووساوسه. قال بعضهم لأن اللسان اشتغل بغير كلام الله، اشتغل بالمباح وربما بالحرام وبالمكروه بالنميمة وبالكذب وبالمعصية، فكأنه يطهر هذا اللسان الذي اشتغل بغير كلام الله، يطهره بقوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم بعد ذلك يقرأ البسملة، فرار في الحضرة. طيب، قلنا قالوا والجميع يقتدي بقوله تعالى ألف لام ميم ذلك كتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب بعد ذلك ويقيمون الصلاة. إذن الغيب يرتبط بالعقيدة، يرتبط بالعقيدة. والأمر الثاني يعني يرتبط بماذا؟ يرتبط بالصلاة. الناظم رحمه الله بدأ كما قلنا يعني بالماء، وهناك من ألف في هذا مجلدات، كتاب اسمه الماء طبعته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الماء في مباحث كثيرة وعظيمة من حيث الشرع ومن حيث العلم ومن حيث مباحث كثيرة. إذا طيب، قال كتاب الطهارة، كتاب الطهارة، كتاب ماذا تعرب؟ يمكن أن تعرب خبر، خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا كتاب الطهارة، ها حرف التنبيه ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، نعم. إذن هذا كتاب، كتاب خبر الطهارة مضاف إليه، مضاف مضاف إليه. قال وممكن أن نقول كتاب الطهارة كتاب مبتدأ، أين الخبر؟ هذا محله، كتاب الطهارة هذا محله، ها حرف تنبيه ذا اسم إشارة مبني على السكون مبتدأ ثاني، محله خبر مبتدأ ثاني، وهكذا نسبك مبتدأ ثاني وخبره في محل رفع خبر مبتدأ الأول. ويمكن أن نقول كتاب الطهارة، إذا سمعت من يقول كتاب الطهارة إياك أن تقول، لا عليك أن تقول كتاب الطهارة. كتاب الطهارة منصوب على فعل مقدر، أقصد أو اقرأ كتاب الطهارة. على كل حال هذه مباحث نحوية يعني تدرس في مادة النحو. كتاب الطهارة، الكتاب في اللغة مصدر يتعلق بالضم وبالجمع، تكتب القوم تجمعوا، ومنها الكتيبة لاجتماع فرسانها والانضمام بعضها إلى بعض. إذا تكتب القوم تجمعوا، فإذا الكتاب يضم ويجمع. والعلماء إنما أطلقوا الكتاب على العلوم لاجتماع المباحث والأحكام والنظائر، تضم فيها الأحكام وتضم فيها النظائر وتضم فيها المسائل، فلهذا يسمون تلك العلوم بالكتاب. فمثلا الصلاة أو الزكاة يقولون كتاب الزكاة مثلا أو كتاب الصلاة، لأنها تضم مجموعة من الأحكام والمسائل والنظائر يجمعها عنوان واحد، فيقولون مثلا في الطهارة كتاب الطهارة، في الصلاة كتاب الصلاة، كتاب الزكاة. ولا يعبرون بالكتاب إلا ما يطلق على المادة المتسعة المنتشرة، فلهذا يقسمون الكتاب أو يقسمون الكتاب إلى أبواب. لماذا يسمون المباحث بالكتاب؟ إذا اشتمل على أبواب، الصلاة مثلا تشتمل على أبواب، الطهارة تشتمل على أبواب، فيقسمون الكتاب إلى أبواب والأبواب إلى فصول، ويقسمون الفصول إلى مباحث والمباحث إلى والمباحث إلى عفوا يقسمون الكتاب إلى أبواب ويقسمون الأبواب إلى فصول ويقسمون الفصول إلى مباحث والمباحث إلى مطالب والمطالب إلى مقاصد والمقاصد كذلك إلى فروع والفروع يقسمون الفروع إلى مسائل وتتمات وفوائد. تكتبوا يقسمون الكتب إلى أبواب، خرجناها بعدها وبعد ذلك نضربوا معها إلى مشات. العلم يحضر ويغيب. يقسمون يعني الكتب إلى أبواب والأبواب إلى فصول،
والفصول إلى مباحث، ويقسمون المباحث إلى مطالب، ويقسمون المطالب إلى مقاصد، ويقسمون المقاصد إلى فروع، ويقسمون الفروع إلى تتمات، تتمات ومسائل وفوائد، إلى تتمات ومسائل وفوائد. إذن قال كتاب الطهارة، كتاب الطهارة. عندنا الطهارة وعندنا الطهارة وعندنا الطهارة، هذه عادة علمائنا. إلا ما تضربوا شاي مع هذا الشيء ما يرتاحش. اسمحوا لنا كتلقينا العلم ما يدوز بشي كلمة حتى يحررها. عندنا الطهارة مصدر طهر وطهر، يطهر طهارة، والاسم الطهر. وإن الطهارة والنظافة من الأنجاس ومن الأرجاس. وعندنا الطهارة بضم الطاء، ما يتطهر به، أي ما يتطهر به الإنسان. وعندنا الطهارة، الطهارة بالكسر، الفضلة التي يستعان بها في الطهارة كالصابون ونحوه. الطهارة ما يضاف إلى الماء مثلا كالصابون ونحوه. ونقول امرأة طاهر وطاهرة من الذنوب وكذلك من الحيض. فالطهارة تطلق أيضا ضد الحيض. علماؤنا أشاروا إلى هذا، ومنهم سيدي ابن عاشر رحمه الله لما يتكلمون عن الطهارة المجازية يقصدون التوبة والإنابة، ولما يتكلمون عن الطهارة الحقيقية يقصدون النظافة من النجاسة. ولهذا سيدي ابن عاشر رحمه الله ماذا فعل في أذنه؟ ماذا فعل لما عرف بالتقوى بأقسامها؟ قال يطهر قلبه من الرياء وحسد وعجب وكل داء. وهذا هو الأصل. الآن الناس يركزون على الطهارة الحسية، شيء مقبول وهذه شريعة لا بد منها، لكنهم لا ينتبهون إلى الطهارة القلبية. لما عرف سيدي ابن عاشر رحمه الله التقوى بأقسامها قال وحاصل التقوى اجتناب وامتثال في ظاهر وباطن بدتنا، فجاءت الأقسام حقا أربعة وهي للسالك سبل المنفعة. فالتقوى عندهم قال وحاصل، أي ملخص الكلام عند أهل العلم، أن التقوى على أقسام أربعة: امتثال في الظاهر والباطن، واجتناب في الظاهر والباطن. قلنا له يا شيخ نحن في حاجة إلى الأمثلة، نجتنب المعاصي التي تتعلق بالظاهر والمعاصي التي تتعلق بالباطن، نحتاج إلى أمثلة. قال دونكم الأمثلة: يغض عينه عن المحارم، يكف سمعه عن المآثم، كغيبة نميمة زور كذب إلى آخره. ثم قال يطهر، هذا الشاهد عندي مما تعلق بالقلب، يطهر قلبه من الرياء وحسد وعجب وكل داء، أمراض القلوب افتاكة التي تفتك بصاحبها. كيف ما كان هذا الرجل ولو كان من طلبة العلم، من الرياء والعجب. قال واعلم بأن أصل ذيل فاتي حب الرياسة وطرح الآتي. قال أهل العلم أهل السلوك آخر ما يخرج من قلب الولي حب الرياسة. حب الرياسة لا يتعلق بالسياسة فقط، أن تحب أن تكون مسؤولا في كل شيء، حتى مثلا في القرآن مثلا، أو في أن تتصدر المجالس، آخر ما يخرج من قلب الولي كما قال أهل السلوك. مبحث آخر نختم به هذا المجلس المبارك قبل أن نذكر كلام الشيخ ميارة، ما يتعلق بمباحث الطهارة. علماؤنا تكلموا عن هذا، مباحث الطهارة. أولا يذكرون أحكام المياه وما يتعلق بها من نصوص من قرآن وسنة، يقسمون المياه إلى أقسام، وكل قسم يذكرون ما يحتاجه من الأدلة الشرعية.
هذه عادتهم. إذن علماؤنا، نحن الآن نريد أن ندرس دراسة شمولية مختصرة من حيث المنهج الذي يعتمد علماؤنا في معالجة وفي دراسة هذه الأحكام. هذه الأحكام عندما يذكرون مباحث المياه ينتقلون إلى مبحث آخر، وبعضهم يذكر أحكام الآنية لأنها أو لأن الأمر يستلزم ذلك، انتهوا من المياه فيذكرون أحكام يعني الآنية، وبعضهم يفرد لها أبوابا. رجعوا مثلا إلى بلوغ المرام وإلى بعض هذه الكتب فيقولون مثلا باب الأطعمة ويساق في سياق الطهارة، في سياق الطهارة، إذا باب الأطعمة لأنه أشبه الباب. بعد انتهاء من هذا ينتقلون إلى الطهارة الصغرى، إلى الوضوء، وهناك من يقدم الكبرى، والعادة عندهم أنهم يقدمون الصغرى لأنها تتكرر كثيرا، فيذكرون صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، ويذكرون الفرائض والسنن والمندوبات، وبعضهم يختم كذلك بالنواقض، ما يبطل الوضوء، يذكرون نواقض الوضوء. بعد النهاية من الطهارة الصغرى ينتقلون إلى الطهارة الكبرى، فيتكلمون عن الفرائض وعن المندوبات وعن السنن وعن الموجبات من حيض ونفاس وجنابة وهكذا، موجبات الاغتسال. بعد النهاية من الاغتسال من الطهارة الكبرى ينتقلون إلى البدل، إلى بدل الطهارة وهو التيمم، فيتكلمون عن أحكامه، يتكلمون عن أحكام التيمم من فرائض ومن سنان ومندوبات وفضائل ومن موجبات، كما فعل سيد ابن عاشر رحمه الله، لخص الأحكام بل لخص المؤلفات في كلمة جامعة، لخوف ضر أو عدم ما عوض من الطهارة التيمم. سبحان الله العظيم، هذا الرجل أوتي الحكمة، يؤتي حكمة من يشاء، يعني مسائل التيمم وموجبات التيمم كثيرة، هناك من ألف في هذا من المغاربة ومن المشارقة، فجمعها في بيت لخوف ضر أو عدم ما عوض من الطهارة التيمم. قال لك سيدي ابن عاشر ما فيه شيء، الدليل، أي دليل تقصد، أي دليل تقصد. فإذا وبعد النهاية من التيمم ينتقلون إلى ماذا؟ ينتقلون إلى مبحث المسح على الخفين وعلى الجبائر، وبعدها ينتقلون إلى الصلاة. هذا باختصار ما يتعلق بمباحث الطهارة، تعريفها وبيان أحكامها أتركه العبد ضعيف شوية نعيا هذا اليوم، أتركها إن شاء الله إلى حصة أخرى لنذكر كلام ابن عرفة وكلام الشيخ الدردير رحمه الله في تعريفهم للطهارة، ونبين كذلك أحكام المياه وأقسام المياه، ونذكر الأحاديث التي اعتمد عليها سادتنا المالكية، وما يعترض علينا من بعض الأحاديث التي ربما خالفنا فيها المذاهب الأخرى. ولكن قبل أن ننتهي لابد أن نسرد كلام الشيخ رحمه الله تعالى. شكون يسرد لنا كلام الشيخ؟ شي مرة كنت مع واحد شيخ من شيوخ كبار، وهذا السردة كانت تخلعنا لأنه خاصك ما تخطأش لا في الرفع ولا في النصب، وخاصة العلماء يعني يدققون في هذا، فكنا تنهربوا، وكان اللي جا على اليمن صافي هو تيقول له سردنا مسدي. أنا شي مرة جيت على اليمن ديال الشيخ، وهذيك الساعة كنت مريض، عندي الحساسية ضربني البرد، وهذا الشيخ فيه البسط وفيه الضحك، قال لي سردنا مسدي، قلت له أنا شوية عيان ما نقدرش نقرا، يقول لي قلنا لك غير قرا ماشي غني، حيت الغناء هو اللي في جمال الحبال الصوتيه والمقامات نقول لك غير قرا، قال لك ونبداو انا ان شاء الله، ومن بعد ننتخبوا شي واحد، باقي وقت انتخابات نعينوا سيدي نديروا التعيين. اذا كنا وصلنا سيدي ياك، نعم نكمل إن شاء الله المقدمة وبعد ذلك ننتقل إلى كتاب الطهارة. نعم، قال الشيخ ميارة رحمه الله: وابن عاشر بالرفع نعت لعبد. قال يعني الصفحة ما عرفتش على حسب الصفحات،
إذا نحن نتكلم عن قوله يقول عبد الواحد بن عاشري مبتدئا باسم الإله القادر. الحمد لله الذي علمنا من العلوم ما به كلفنا. البداية وجدتم الصفحة؟ نعم. إذا قال وابن عاشر بالرفع نعت لعبد إن باعتبار الإعراب، إن كان باعتبار المعنى هو نعت لعبد الواحد، لأن عبد إنما هو يعني جزء عالم. قال ويكتب ابن هنا بغير آلف الوصل لوقوعه بين عالمين كما في الكافية، والآلف يكتب بغير آلف أو نعم والابن عفوا والابن يكتب بغير آلف إن كان بين عالمين فعرفي. قال لكن قال بعضهم ما لم يقع أول سطر فيكتب حينئذ بالآلف، وكذا إن أعرب بدلا، وعليه خرج إثباتها في عيسى بن مريم، في عيسى بن مريم. فإن كان العالم، يعني بعضهم اعترض على كل حال، فإن كان العالم الذي قبله منونا حذف، عندكم حذفت ها؟ حذف، نعم حذف هو الصواب إن شاء الله، حذف تنوينه كزيد بن عمرو، ومبتدئا حال مقدرة، لأنه يقول عبد الواحد بن عاشر مبتدئا قال حال مقدرة، اعترض بعضهم قال الصواب يعني مبتدأ يعني حال ماضيه لا مقدرة، الصواب مبتدئا، بعضهم قال مبتدئا يعني حال ماضيه، يعني الحمد لله في حال كوني ناويا ومقدرا الابتداء بالمسملة، هذا هو التقدير. أول حال المقدرة يعني متأخرة مضمون عاملها. على كل حال ولما كان نظم الكتاب وتأليف أمرا ذا بال أي شأن يهتم به، وكل هو كذلك يطلب بداءته بالبسملة لقوله صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال، كل أمر ذي بال أي ذي شأن عظيم، وكل أمر كل أمر ذي بال تعظيم هنا لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر. العلماء يركزون على قضية التقدير وعلى قضية الحذف لأنه مهم في استنباط الأحكام، ولهذا علماء الأصول ذكروا مباحث اللغة. قد يقول البعض وما شأنهم باللغة؟ ما شأنهم باللغة؟ لأن مباحث اللغة تساعدك على استنباط الحكم. وحتى علماء البيان الشيخ الماكودي رحمه الله في شرح الألفية لما تكلم عن الفاعل قال وها هنا تطفل النحويون على علماء البيان في قضية حذف الفاعل، ويحذف الفاعل من قصد به نيابة فعلي عنه فانتبه، وحذفه للخوف والإبهام والوزن والتحقير والإعظام إلى آخر الأبيات. قالوا بأن الفاعل يحذف لأغراض من حيث البيان لا من حيث النحو، يحذف لأغراض، يحذف للخوف مثلا، أولا الخوف إما عليه أو منه، مثلا يذكرون مثالا قتل سعيد بن جبير، من الذي قتل سعيد بن جبير؟ الحجاج، فخاف من بطشه، الرحمة حتى في اللغة العربية سبحان الله العظيم، خاف من بطشه ومن انتقامه وأراد أن يخبر بالخبر فحذف الفاعل، ماذا قال؟ قتل سعيد بن جبير خاف منه، أو خاف عليه زيد قتل عمرا، دائما يذكرون زيدا وعمرا ولا يذكرون محمدا وإبراهيم أسماء الأنبياء لا يذكرونها تأدبا الأدب حتى في ذكر الأمثلة، قتل زيد عمرا مثلا، أبو زيد خاف على ولده فقال قتل زيد أو قتل عمرو لم يذكر القاتل، أو للاحتقار طعن سيدنا عمر بن الخطاب لا نريد أن نوث ألسنتنا بذكر القاتل فحذفنا الفاعل، أو للتعظيم قد نحذف الفاعل للتعظيم، من ابتلي منكم بهذه القاذورات، من المبتلي حقيقة؟ الله سبحانه وتعالى، ولكن حذفنا الفاعل حتى لا يذكر مع القاذورات. لاحظتم يعني أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الله سبحانه وتعالى حتى في الخطاب، من ابتلي منكم بهذه القاذورات، من لم يقل من ابتلاه الله، نعم.
يقول حذفوا هذا مباحث كثيرة، لهذا يهتم علماؤنا يهتمون بها بهذا الباب. نعم. وإذا ذكرنا الحديث الإصلاح ديال المسجد، ذكرنا الحديث بأن الذي صحان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحمد وليست البسملة، وقد سبق أن تكلمت يعني عن هذا الموضوع من حيث الدراية من حيث الرواية، وذكرت من صنف في هذا الباب. إذا ويبدأون بالحمد يعني لله تعالى وبالبسملة، بالبسملة في هذا الاسم عظيم الله، بسم الله الذي حار علماؤنا في رسمه واسمه وفي ذكر أحكامه، وهناك من ألف في هذا اسم الله يبدأ بالهمزة الله، الهمزة تحبس الصدر الحلق، والهاء ترجع إلى الحلق، الهاء من حروف خفاء، والخفاء هاوين كما في النظم. إذن قهر ولطف، والآخر يرد على الأول، هو الأول والآخر، جلال الهاء جمال، حتى في هذه الإشارات، ولهذا يبدأ ليس وراء الهمزة شيء، الله في مباحث. أنا أعرف بأنكم لن تصبروا على ذكر هذه المباحث وأنتم تريدون التعرف، إذا نمر بإذن الله تبارك وتعالى. وفيه خصائص كذلك، اسم الله مثلا لا يمكن أن نبدل هذا الاسم باسم غيره، يوصف بجميع الصفات، الله تعالى يوصف بجميع الصفات، عندما أقول بسم الله أي بسم الله القوي العزيز الجبار سبحانه وتعالى بجميع الأسماء والصفات. عندما أقول مثلا الله أكبر في الصلاة، هل يمكن أن أقول الرحمن أكبر؟ هل يمكن؟ لا يمكن، لا بد أن أتي بهذا الاسم له خصائص. هل يمكن أقول أشهد أن لا إله إلا الرحمن في الشهادة الأولى وفي الشهادة الثانية؟ شهادة الأولى بالوحدانية لله وبرسالة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، قل رسول الرحمن أو رسول الجبار أو رسول العزيز، لا الله اسم جلال، قال بأنه اسم الله العظيم الأعظم. وكذلك هذا الاسم هو ضمان الاستمرار البشرية، لا تتعجبوا، هذا الاسم وجود هذا الاسم هو ضمان الاستمرار البشرية كيفما كانت، لا تقوم الساعة حتى لا يبقى من يقول الله الله في رواية الله الله. وجود الإنسان واستمرار الكون، شيء الإنسان استمرار الكون استمرار هذه الكلمة، من ينطق بهذه الكلمة؟ من ينطق بالتوحيد؟ إذن وجود أهل التوحيد ضمان لبقاء هذه البشرية. خصائص كثيرة بعون الله تبارك وتعالى. شاف ساعة سيدي خدام، حتى عادة في المساجد ما تخدموش، هذه خدامة مزيان. إذن رحمة بي أولا ورحمة بكم، نقف إن شاء الله تعالى عند هذا الحد، ونقول ما قال الناظم رحمه الله، يقول عبد الوحيد بن عاشر مبتدئا بسم الإله القدير من العلوم ما به كلفنا صلى وسلم على محمد وآله وصحبه والمقتدي، وبعد فالعون من الله المجيد في نظم أبيات للأمي تفيد، وفقه مالك وفي طريقة جنيد سالك، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.